الغشاء البلازمي غشاء الخلية أو ما يعرف بالغشاء البلازمي أو الغشاء السيتوبلازمي هو غشاء حيوي رقيق يحيط بمكونات الخلية من سيتوبلاز وعضيات ونواة ويحميها من المؤثرات الخارجية والجراثيم يعمل كمنفذ انتقال للأيونات والعناصر الغذائية حسب حاجة الخلية فينظم حركة مرورها من وإلى الخلية وهو مكون من, طب... هو مكو... مكون من طبقتين من الدهون الفوسفاتية فيها بعض انواع البروتين وبعض البروتينات الاخرى تتواجد على سطح الغشاء الخارجي او الداخلي وتسمى بالبروتينات الطرفية بالاضافة لوجود السكريات التي تكون مرتبطة ببعض البروتينات الطرفية والتي تسمى بالبروتينات السكرية ويتم نقل الايونات والعناصر الغذائية عبر الغشاء-عبر الغشاء الخلوي بعدة طرق وهي الطريقة الاسموزية او الانتشار الخلوي البسيط بالقنوات البروتينية عبر عبر الخلوية عبر الخلوية أو عن طريق النواقل البروتينية بالابتلاع الخلوي بتشكل فجوة أو انبعاش في الغشاء الخلوي ليدخل فيه ما يريده أن يدخل في الخلية